الإشكالية ديال الماء وفي علاقتها مع الفلاحة. الماء، الماء بين ما يأتي من السماء وما يتبقى نقولوا للبلاد والعباد. الماء عندنا، شوفوا هذا الجدول، هذا على كاين أرقام. إلا بغينا ناخذوا واحد المعدل على المدى طويل، واحد المعدل، اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأنه كل سنة كتهاطل مياه، يعني التساقطات المطرية كتنزل ما يناهز 140 مليار متر مكعب. 140 مليار، فهاد 140 مليار انتو كتشوفوا 118 مليار كتبخر، كتبخر، كترجع للسماء بالتبخر، بحكم التبخر. اش كتبقى؟ كتبقى 22 مليار، 22 مليار اللي هي مياه قابله للتعبئه. هاد 22 مليار كتوزع على 18 مليار اللي هي مياه سطحيه، و 4 مليار اللي هي مياه جوفيه. هادشي اللي كاين. ولكن قلت لكم هذا معدل على المدى المطول. في الحقيقه بما اننا نعيش تقلبات من مناخيه من سنه الى اخرى، في الحقيقه داك ال 140 مليار الاولى راه حسب السنوات، وانتم كتشوفوا عطيتكم السنوات الاخيره، راه مثلا في 2018 19 هبطت 860 مليار او 69 مليار. السنه اللي مقبلها هبطت 94 مليار، باردون اسمحوا لي اسمحوا لي، داك ال 140 مليار في 2019 هبطت 86 مليار. السنه اللي مقبل منها طلعت 116 مليار. السنه اللي مقبل منها هبطت 107 مليار. السنه ديال 2015 16 مثلا هبطت 82 مليار. اي كانت هذه كانت سنه حقيقه ديال الجفاف، جفاف. ها الشيء اللي كيجعل انه بحكم ايضا التبخر، اذا خدينا على الاعتبار ايضا التبخر، اش كيبقى؟ مثلا في 2019 بقات 17 مليار، في 2018 بقات 22، السنه اللي قبل منها 16، السنه اللي قبل منها 10. اذا هذا كيبين بانه المياه اللي كتبقى قابله للتعبئه لكل استعمالات الفلاحه، الماء الصالح للشرب، الصناعات الى اخره، حتى هي كتغير كتقلب من سنه الى اخرى. خصنا نعرفوا بانه بصفه عامه، اذا الى خدينا اهان الكميات الماء اللي كتبقى، كتعرفوا بانه كاين على الصعيد الدولي بعض المؤشرات. بالنسبة للأمم المتحدة كيعتبروا بأنه كناخدو مثلا الكمية ديال الماء وكنقسموها على السكان، وكناخدو كيجي واحد المؤشر. هذا المؤشر كيبين بأنه إلا شفنا مثلا على الصعيد القارة، قارة كنشوفوا بأنه كاين بلدان، بلدان اللي عندها، انتم شوفوا مثلا بحال دابا هذه البلدان هذه عندها اكثر من 10000 متر مكعب للشخص. حنا كنهبطوا والكميات كتدخل. في المغرب، في المغرب يمكننا نقولوا بانه في 1960 كانت عندنا 2560، انتم شوفوا 2560 متر مكعب لكل شخص. ولكن هذه الكمية هذه هبطت، هبطت بزاف. وفي 2004 يمكن يوقع واحد التحول، حيث أننا هبطنا تحت من 1000 تحت من 1000 متر مكعب. وهذا بالمعايير ديال الأمم المتحدة، وأنه هنا كاين نقاش واش 1700 ولا 1000. المهم يمكننا نعتبره بأنه من كننزلوا تحت 1000 متر مكعب للشخص، راه البلد يعتبر انه دخل في ذاك المرحله ديال الاجهاد المائي، الضغط الجبهي بالفرنسيه ستريس ايدريك، اي واحد واحد المرحله اللي كتبدا المشكل ديال الماء كيتطرح بصفه قويه.
إذا المغرب وصل لهذا المستوى في 2004، وفي 2004 كانت تقارير متعددة كتبين بأنه إلى سيدي بروجيكسيون إلى بقات الأشياء كما هي، إلى بقات ماشية بالمنحة اللي كانت عليه في السابق، راه في 2025 غادي نوصلوا 500 متر مكعب للشخص، أي أيضا بالمؤشرات بالمعطيات الدولية 500 متر مكعب هي كتعتبر مستوى ديال الخصاص المائي، ما بقيناش في الإجهاد في الستريس إدريك، الخصاص هي لابينوري، لابينوري إدريك. وهانتوما كتشوفوا بأنه كيف أن 2019 بالإحصائيات الرسمية احنا وصلنا للمستوى ديال 620 متر مكعب. هذا كيعني مع الأسف أننا رحنا قربنا، رحنا أولا أنه ذاك التوقعات اللي كانت في 2004-2005 مع الأسف ما وقعش تغيير، إذن بقات المنحة هو المنحة، والمسار هذا كيبين بأننا قربنا ال 500، أي قربنا ذاك المستوى اللي حقيقة أنتم غادي تشوفوا، شوفوا هنا يا هو هذا الخريطة كتبين بأنه إحنا هانت شو أيضا يمكننا نقول المنطقة كلها ديال شمال إفريقيا ديال الشرق الأوسط، هذو كلها اللي بالحمر جزء من أستراليا، هذو كلها كانت في واحد الوضع كيف تقول ديال لابينوري. هيا فنيا ديجا بالنسبة للإحصائيات المعروفة على الصعيد الدولي، أي أننا وصلنا لواحد المستوى ديال الخصاص. خصنا نفهمه أيضا بأنه راه هذه ماشي أشياء نظرية، راح أشياء ملموسة. الخصاص نقول الخصاص المائي إيش كيعني؟ كيعني بأنه كنوصلوا لواحد المرحلة اللي السلطات كتضطر باش أنها تحد من الماء اللي كتوفروا السكان. كيعني بأنه كيقول لك مثلا في مدينة معينة راه غادي نقطعوا الماء من 8 ديال الليل ل 5 6 الصباح ولا 7 ديال الصباح، إذا دخلتي في الليل بغيتي تاخذ الدوش ما غادي يمكن لكش تاخذ الدوش. هذا هو، وهذو اشياء اللي ماشي كما نقول لكم احنا عشناها وكنعيشوها اللي غير السنوات الماضيه، راه عده مدن مغربيه عانت من هذا الواقع. وهذا كيعني بانه مع الاسف الى بقينا في هذه المنحره المستقبل مع الاسف راه معروف باين بحال اللي هو قبلتنا، من ما كاينش غير القضيه ما صالح الشوب، راه الوقع ديال على البيئه راه مؤلم. المشكل اللي مطروح بالنسبه نعطيكم مثلا بالنسبه حتى في الغابات، حتى بالنسبه للمناطق ديال الجبال مثلا كتشوفوا من الناحيه ديال الا مشيتوا غير بين مجزر وإفران مثلا، هذه 20 30 سنه كنا كنمشيو داك التصير بانه البحيرات متعدده اللي كاينه في ذاك المرحله عامره كلها بالماء، سيروا دابا الان مع الاسف بكل صراحه مؤلم جدا انه كاين تشوف انه البحيرات جافه او شبه جافه. هذا كله تنظن بانه خصو ينبهنا بانه رحنا ماشي امام مخاطر اللي غير نظريه، هذه اشياء واقعيه. وانا قلت لكم لا الماضي ولا المستقبل كبير بانه راه يا با ميستير، الا نفس الاسباب كتدي لي نفس النتائج، فإلى ما درنا والو النتائج راها بين قبلت عينينا. العلاقه ديال الماء مع الفلاحه، طبعا هي بسيطه، هي اولا خصنا هذا تتبان يمكن نقول بينكم عبر هذا البيان، هذا البيان اللي هو صار كيبين بانه 87% ديال الاستعمال ديال الماء، 87% القطاع اللي كيستعمل 87% ديال الكميات ديال الماء الإجمالية هي الفلاحة. القطاعات الأخرى كلها انتم كتشوفوها، كلها القطاعات الأخرى كتمثل بين 2%، 1%، 5%، 3%، الفلاحة تستغل 87% ديال اذا هذا اش كيعني بالولا الاولى، هذا كيعني بانه اذا كانت شي مجهود
شي سياسة اللي الشغل الشاغي ديالها هو تحافظ على الماء، فطبعا خصنا نتوجهوا اولا للفلاحة. هذه ما كيعنيش بان خصنا نساو القطاعات الاخرى طبعا، ولكن اذا كان شي اذا كان شي مجال شي قطاع اللي غادي نقتصدوا فيه الماء ونحافظوا على الماء هو الفلاح. اذا ديجا بعدا خصنا نفهموا بانه راه رغم هذا رغم هذا الوضع راه الفلاحه حتى هي كتعاني من واحد لا توازن، حيث انه الطلب دابا الطلب على الماء في القطاع الفلاحي كاين تقديرات كتقول بانه كيوصل 15 مليار ديال 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 المتر مكعب ديال الطلب، ولكن امام هذا الطلب اي الفلاحه اللي كيطلبوا الماء 15 مليار مقابل ديالو العرض اي المياه الموجوده القابله للاستعمال ما كتعداش 11-12 مليار. هذا اش كيعني؟ كيعني بانه رغم هذا الوضع ديجا كاين خصاص بعدا كاين لا توازن. والشيء اللي تيجعل بانه اذا كانت حاجيات اجمالا غير ملبات، هذا كيعني في الواقع هذا الواقع ديال اللي كنعرفوه كيعني انه البعض سيستعمل الماء سيجد الامكانيه باش يستعمل الماء، والبعض الاخر ما غيستعملش ما عندوش الامكانيه باش يوصل الماء. هذا كيعني بانه غادي يكون استغلال مفرط للفرشه المائيه اللي كتكون موجوده، وانا غادي نرجع لكم لهذه القضيه هذه. اذا امام هذا الوضع هذا ما يمكنش ما نتكلموش على السياسه ديال الدوله امام هذا الوضع هذا. كنا نلخصوا بعجاله السياسه ديال الدوله، نلخصوها في نقطتين، السياسه ديال السدود والسياسه ديال الانتاج. بالنسبه للسدود كتعرفوا بانه من بين النقاط القويه ديال السياسات المتبعه منذ 60 سنه هي ما يسمى بسياسه السدود. هنا هذا نقول لكم اليوم رحنا عندنا ما يقرب 145 حسب الاحصائيات الاخيره 145 سد كبير بطاقه تخزينيه ديال 18.6 مليار متر مكعب. هذا شيء مهم مهم ما يمكنش نتجاهلوه ولا نقلصوا من الامكانيه ديالو. وايضا نكونوا واضحين، صحيح ان السدود طبعا لها دور ايجابي، لا احد اللي رازين لا احد كيعرف الواقع ما يمكن يتجاهل الاهميه ديال السدود، عشان في بلد طبعا اللي يعاني من هذه الاشكاليه الماء اللي قلت. اي محاوله ديال ضبط الماء لا ميتريز دو لو هي كتمشي في الاتجاه الصحيح. اذا المشكل ماشي هو في السدود في حد ذاتها، المشكل هو في الاختيارات التي حددت السياسه ديال السدود والانتاج المتعلق بهذا الوقت بهذا القطاع الفلاحي. شنو ما عندناش مع الاسف ما عندناش الوقت باش نبقاو بزاف باش نطولوا هادو المجال هادو مواضيع سبق لاني طرقت لها وكتبت فيها عده اشياء بعجاله. المشاكل ديال السدود في المغرب شنو ديال السدود شنو هي؟ كاين اولا مشكل ديال التمركز، الاختيار ديال السدود الكبرى كيعني بانك كتركز امكانيات استثمارات مهمه جدا ولكن في واحد المجال اللي هو محدود. اليوم الى شفنا الاراضي المسقيه بالسدود الكبرى ما كتعداش 8-9%، والحال ان الاستثمارات هي غالبا ما كتعدى 50-60% ديال الامكانيات الموجهه للفلاحه. هذا كيعني بانه كنركزوا امكانيات على مجال وسكان محدودين، وهذا كيعني المرادف ديالو شنو هو؟ كيعني بانه العالم القروي 90% ديال المجال في العالم القروي السكان ديال القرويين مع الاسف كيعانيوا من انعدام الاستثمار، انعدام الامكانيات من تجهيزات الى اخره. كاين ايضا مشكل ديال ان غالبيه السدود بنيت بدون احترام المعايير البيئيه والتقنيه، حيث مثلا بدون موقع غالبا كنشوفوا ان السدود ولكن ما كانش مجهود ديال التشجير ديال ذاك المستنجمعات اللي كنقولوا ذاك لي باسان فيرسون ديال اللي كتجمع المياه، لي باسان كتجمع المياه، الشيء اللي كيجعل انه التراب كيهبط السد الوحل
كيتراكم، وطبعا اللي كيقلص من الطاقه ديال التخزين ديال السد. الشيء اللي كيجعل انه دابا اليوم مثلا من تقول ان واحد السدود عنده واحد الطاقه معينه، في الحقيقه ما كايناش، خصك تزول على الاقل 15 20 يمكن 30%، لانها عمليا اليوم راها واحد راها في قاع السدود. كاين ايضا المشكل ديال الهوة الشاسعه بين المساحات اللي قابله للتجهيز ولكن غير مجهزه. اليوم ما يقرب 100,000 هكتار هي الاستثمار ديال السد، ولكن التجهيز باش توصل الماء للقطعه الارضيه المعنيه ما كايناش. اذا هضر ديال الامكانيات، هضر ديال الاستثمار ديال المال العام، ولكن كيقولوا اكثر من كل هذا واللي هي بعلاقه اكثر مع هذه القضيه ديال الماء. احنا نعرفوا بانه المشكل ديال النظام ديال الري ديال النقل ديال الماء الى حدود هذه غير نقولوا ما بين 5 سنين 10 سنين، راه النظام السائد كان هو الغرافيتير، اي داك الساقيات اللي باينين على وجه الارض. حنا نعرفوا بانه هذا النظام هذا راه مسؤول على ضياع كميات ديال الماء اللي هي كبيره. راه حسب الاحصائيات 50% ديال الماء كتضيع غير خلال العمليه ديال النقل من السد الى البحر. 50% كتضيع هكذا، كتمخر، كتمشي. اذا هذا مشكل كبير. منذ بضع سنوات صحيح انه كاين وعي بهذا المشكل، وكان سياسه ديال توسيع المجال ديال النظام الري بالتلقيت الكوتابو، اللي هو صحيح انه يمكن من اقتصاد نسب مهمه بين 40% يمكن اكثر ديال اقتصاد، ولكن ايضا التجربه كتبين مع الاسف هنا بانه كاين ايضا وقع انحراف اللي في الحقيقه وصلنا للعكس ما كنا نريده. حيث انه شنو هي السياسه؟ السياسه كانت انه كتعطي باش تشجع الناس باش دير الري بالتنقيط، كتعطيهم مساهمات، كتعطيهم مساعدات دي سوبونسيون، مساعدات اللي كتجعل انه يمكن الفلاح يمكن له يتوصل بتجهيز بدعم يوصل ل 100%، يمكن من 80 الى 100%، اي انه يمكن يكون عنده تجهيز بدون ما يخلص بدون بالمجان. المشكل هو انه مين بهذه الطريقه بهذا الدعم واحد المنطقه معينه اللي كانت قبل كانت بوريه، اذا كانت كدير منتوجات اللي كتلائم مع البور الاراضي البوريه. ها التجهيز ديال الري بالتنقيط جا برسك مجاني، اذا بانت الامكانيه ديال استغلال الفرشه المائيه، اذا بانت الامكانيه باش ان الناس تحول بالانتاج يتحول من ذاك المنتوجات البوريه الى منتوجات عندها قيمه سوقيه مهمه، اذا عندها ربحيه، ولكن كتستغل بصفه كبيره الماء. الشيء اللي جعل انه مناطق معينه في بضع سنوات جل الفلاحه بدلوا الانتاج ديالهم وبداو يطلعوا يستغلوا المياه الجوفيه وبداو تيديروا منتوجات اللي هي كتستغل كيف قلت بصفه مفرطه الفرشه المائيه. النتيجه شنو هي؟ النتيجه هي كيف قلت العكس، حيث انه عوض ان هذه التقنيه ديال الري بالتنقيط عوض انها تحافظ على تمكننا من الاقتصاد وتحافظ على الفرشه، اقتصاد الماء والفرشه والحفاظ على الفرشه، عوض هذا وقع استغلال اون سور اكسبلوتاسيون، استغلال مفرط للفرشه، والنتيجه هي انه الفرشه كتنهار كتهبط مش كتطلع. ما انا لا داعي باش نعطيكم امثله لا في سايس ولا في المنطقه ديال زاكوره معروفه بالنسبه للدلاح. اي
اللي خطير هو انه هذه الامكانيات جعلت انه وقع توسيع ديال المساحات اللي كتستغل الفرشه المائيه، وهي في واحد المناطق اللي قاحله جافه. دن شيء اللي مثلا في 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 فراش في في زاكورا طرحت مشكل السكان اول بعدا غير بالنسبه للماء الصالح للشرب. طيب بالنسبه للسياسه الفلاحيه نفس الشيء المشكل على الصعيد الشمولي. يمكن نقول انه الاختيار الرئيسي في الحقيقه شنو هو اختيار واحد النموذج انتاجوي تصديري، un modèle productiviste et agro-exportateur. Intège, oui, je veux dire. Qui est le but في حدوداته بدون اي اعتبار للوقع على البيئه ولا على الماء ولا التربه ولا 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 بدون اي. هذا هو النموذج الانتاجوي البرودكتيفيست اللي كان في اوروبا في هذه 60 70 سنه مثلا. هنا اليوم عاد مع الاسف هذو من الاختيارات اللي ثقيله ديال المغرب، ديال التخطيط المخطط ديال المغرب الاخضر، اللي حقيقه اعطى واحد الامكانيه لهذا النموذج الانتاجوي بدعم المالية العمومية بتأطير إلى آخره. النتيجة هي أنه شنو هي؟ هي أنه هذا النموذج اللي واش أنا في حاجة باش أيضا نأكد ونوضح بأنه وراه 90% ديال الفلاحة المغاربة مع الأسف مش هما اللي معنيين بهذا الشيء، يكونوا واضحين. اللي معني بهذا الشيء هو واحد الفئة معينة، ولكن هذه الفئة أحسن عرفوا بأنه هذه الفلاحة هذه التصديرية خصنا نكون واعيين بانها الحقيقه شنو كان؟ كان الجو وكان والكلفه، نقول لكم الكلفه البيئيه والمائيه، الفاتوره البيئيه والمائيه راها ثقيله بزاف، ولكن كان الجو واحد المصدر وكنصدروه. في اي بعباره اخرى حنا كنصدروا الماء، كنصدروا الماء اللي هو قليل في البلاد ديالنا. اذا هذا مشكل كبير اللي طبعا كان ايضا هنا راه ما يمكنش الواحد ما على الاقل يوعى بانه كاينه واحد العلاقه، راه علاقه وطيده بين اختيارات معينه وبين هاد النتائج اللي كنشوفها. ما نظنوش بانه اشياء راها كتنزل هكذا من السماء. راه كاين علاقه بين اختيارات اللي هي اختيارات ديال السياسه الفلاحيه، ديال السياسه ديال الدوله بصفه عامه، وبين هاد النتائج هاد. طيب اذا الخلاصات يمكن لي نحددهم ثلاثه ديال الخلاصات. الخلاصه الاولى كتتعلق بالارض والماء. نتذكر بأنه التراب الوطني هو شاسع ولكن محدود. قلت لكم بأنه التراب، المجال الترابي اللي هو قابل للزراعة ما كيتعداش 13%. إلا جدنا هنا كنظن بأنه خصنا نشوفوا واحد هاد البيان راه مهم جدا. اش كيبين لنا؟ كيبين لنا بانه على داك 9 مليون ديال الاراضي القابله للزراعه، داك 13% ديال المجال الترابي ديال المغرب، راه في الحقيقه هي ديجا قليله، ولكن يمكن نصنفوها الاراضي اللي هي اولا ما عندها مشكل ديال الماء، اي الاراضي المسقيه هي هذه. اش كتمثل؟ كتمثل 17%، اي الاراضي الزراعيه اللي عندها الارض وعندها الماء بدون مشكل 17%. هادشي اللي كاين، مليون ونص هكتار ولا 1,600,000، هادشي اللي كاين. عندنا ايضا تدخلوا الاراضي اللي هي بوريه ولكن بور ملائم. هادو الاراضي اللي يمكننا نقولوا انها كتاخذ اكثر من 400 ملم
400 ملم. هذه أراضي بورية ولكن يمكن نقولوا ملائمة كتمثل 27% ديال الأراضي. ولكن شوفوا أنه راه الجزء الكبير 56% راه هي بور غير ملائم. هنرجعوا لذلك النقطة اللي شفنا في الأول في الخارطة، أي أنها أراضي بورية كتسنى الأمطار من السماء، ولكن ذاك الأمطار اللي كتهبط من السماء راه أقل من 400 ملم، ويمكن نقولوا في حال بعدها أقل من 300 ملم. أي إحنا في صلب ذاك الإشكالية ديال الماء والفلاحة، حيث أنه دابا إلى خدينا على 71 مليون هكتار ديال التراب الوطني كله، وشفنا في الحقيقة شنو هما الأراضي اللي في هاد 71 مليار قابلة للزراعة وما عندها مشكل أو عندها غير مشكل ضعيف ديال الماء، نصيبوا 4 مليون و200 ألف هكتار، 4 مليون هكتار أي ما يقارب 7% ديال داك 71 مليون هكتار. 7% أي 7% ديال التراب الوطني، 93% ديال التراب الوطني، هذا اللي خصنا نعرف، 93% ديال التراب الوطني راه في الحقيقة جاف أو شبه جاف. هادشي اللي اللي واضح. ونزيدو نقولو بالنسبة للماء، كيف نذكر غنذكر بأنه حنا اليوم ب 620 متر مكعب راه حنا في الوضع ديال ستريس هيدريك أي إجهاد، ولكن مع الأسف وهذا هو الخطر اللي ماجي، أي أن إلا ما درناش اللي خصو الدار أن راه حنا كنقربوا من داك 500 داك المستوى ديال 500 متر مكعب أي مستوى ديال الخصاص ديال الماء. النقطة الثانية غنذكركم غير رؤوس الأقوال باش نحددوا الأشياء، راه بالنسبة للمعادن قلت لكم بأنه معادن ظاهريا متعددة ومتنوعة، الواقع هي الهيمنة ديال الفوسفات، ولكن كتبقى كيف قلت أن المساهمة لا بالنسبة للناتج الداخلي الخام ولا بالنسبة للصادرات ولا بالنسبة للميزانية كتبقى إجمالا متواضعة متواضعة. بالنسبة قلت أيضا غير نذكر هكذا بأن كاين مشكل ديال التثمين لا فالوريزاسيون، قلت أيضا بأنه كاين مشكل ديال الاقتصاد الرياح، اقتصاد الرياح اللي عنده علاقة بالاستثمار إذن بالنجاعة في هذا المجال هذا. وأخيرا النقطة الثالثة هي كيف قلت المخاطر قلت ما نرجع لهاش، قلت راها متعددة، ولكن فوق هذا كله ركزت على الخطر ديال التغير ديال المناخ اللي حقيقة يرهن التوازنات الكبرى ديال البلاد. بكل صراحة راه خصنا نناضلو داخليا وخارجيا، المغاربة خصهم يكونوا مناضلين ديال ضد التغيرات المناخية، لأنه بينس بأنه البلد ديالنا راه ماشي مسؤول كبير ديال الانبعاثات الغازية، ولكن راه هو مواجه، هو في الواجهة ديال المخاطر كلها. إذن خصنا نناضلو باش نحافظوا على البيئة ديالنا ماشي والموارد الطبيعية ديالنا ماشي غير داخليا، خصنا نناضلو أيضا على الصعيد الدولي، لأنه أنا شتيو أنه ما يقع في العالم راه عنده وقع علينا قوي، ولو أننا لسنا مسؤولين في هذا الوضع هذا. إذن عموما شنو نقولوا، الموارد الطبيعية في المغرب كاين إمكانيات كاين أن بوتنسيال، ولكن كاين تدبير نقولوا غير صائب، فيه مشاكل متعددة، إذن كاين هدر وكاين مخاطر. انا كنقول وعاود نقولها، راه كاين ضروره الوعي بالمخاطر والتعبئه من اجل باش نرفعوا هذا الهانات. هذا تيقولوا بان الوعي راه هو نصف الحل،
أتمنى أنني استطعت في هذه الحصة هذه أن أساهم ولو بقسط متواضع في تطوير هذا الوعي، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.